السلام عليكم. ناري مفردي زيد سميتها رحمة سيدي ربي. ولو كان عندي الفرادة سكتي 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 انتيري فقه ويلي ويلي سكتي سكتي ميمكنش. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام العشير لافطك. شنو هو احسن ديسك سمعتي هاد السنه هادي؟ لا لا خويا انا ما كنت مزكش والو. تقول ايوا شنو ما غاديش تحضر الموازين؟ شكون كاين؟ كاينه بيونسي. واه اللي كنموت عليها الصاط ما يمكنش. ويلا قلتي ما كتمزكش. لا لا غادي نحضر غير نتفرج ما نسمعش. البروغرام ديالي هو هذا، كنسالي من القهوه ونشوف الماتش، مورا غادي نمشي نتفرج بيونسي. وعيد نمشي نتفرج. حتى لصقات لي في الماتش كاع نقطع عليها في اي بي. ايوا صاحبي راه الفي اي بي راه ب 1000 درهم. والماتش راه ب 2600 درهم. كود برومو زروق. يلا دق عشيري دق راه مزكشينا اسئله. واخا. سيداتي انساتي سادتي، اليوم غادي نتمزكوا ولكن ماشي اي موسيقى. اليوم غادي نتمزكوا الاعمال الفنيه، كاين اللي وصفها بانها جريئه ومخله بالحياه، وكاين اللي وصفها بانها كتعكس الواقع وكتعالج مشاكل، ولكن الاغلبيه اتفقوا بان المغاربه عزيز عليهم النشاط. راه البيبليك والشعب المغربي عزيز عليه شي حاجه اللي زعزع عليه راسه. المزيكا اللي كتزعزع الراس جوج انواع. النوع الاول عنده رساله وكلمات حق وكتقدر توصلك حتى للموت، كيف ما وقع مع خربوشه من كلاشات عيسى بن عمر اقتله. وكاين النوع الثاني اللي كيكون مدعم دار باللحسة وعنده الحق يقول اللي بغى ويتخلص من الفوق على الاغاني ديالو كما كيوقع في موازين. تا سوبر سي تري مانيفيك جادور. البراش ناخذو كمثال فاش طلعت جينيفر لوبيز الموازين وحلات علينا حمام ديال العيالات. واسمع الكلمات اخي، انا غادي نقرا لكم الكلمات ديال الاغنيه ديالها اللي غنات في موازين باللغه العربيه. حيت الدارجه ديالنا متخمه خاتره. جميع الفتيات المثيرات في الحفلة اذهبي وامسكي بالرجل واحضريه الى حلبة الرقص. قاصحة هيا دع سروال الجينز يلامسك اثناء الرقص، انه عيد ميلاده اعطيه ما يشاء. مؤخرة كبيرة مؤخرة كبيرة، ما الذي حصلت عليه؟ مؤخرة كبيرة. انا قريت لكم الكلمات بالطريقة ديال العرندس باش ما تصدموش. ها تيكي تاكا البراش ناضت سيدي من بعد شي جمعيات وناضت ودعات جينيفر لوبيز. ماشي الناس اللي جابوا جينيفر لوبيز، ودعاوا حيت عريانة فوق لاصيل ماشي قبل الكلمات. وبطبيعة الحال ما صوروا منها غير العرض، وهذه ماشي أول مرة وماشي آخر مرة غيوقع بحال هكا فوق شي خشبة كبيرة. غير مؤخرا السيتوتو هو فوق الخشبة بغى يدوز ديديكاس لوزارة الثقافة، فماذا قال؟ الرجولة عندي ميساج مقود باغي ندوزو زيد وبقى خسر الهضرة. أنا ما كنفلتريش وف هضرتي كندوي كما كنسمع مزيان. صفقوا على وزارة الثقافة والشباب على قبل هادشي اللي داروا بالرجوع. زيد كدري مغربي مقود عليه وبادي الراب. هاك زيد لأول مرة كنطيح في وزارة وداروا خدمة مقودة وداروا العلو مع الدراري اللي كرابي والفرق. زيد وعاش الملك برو طلق لي التراك عشي. هو راه ما قال والو غير جاتو الفرصة وما بغاش يضيعها. الفنان المغني كيبقى معتمد على الكلمات ديالو هي اللي كتغدي الديسك. هاد الموسيقى كلمة واحدة كتشهر لك الديسك، كلمة واحدة كطيح لك الديسك، وكلمة واحدة تصيفطك للحبس. كيف ما وقع مع واحد المغنية شعبية ليبية كانت في واحد العرس كتغني. الكلمات ديال الاغنيه كيقولوا راجلي بغيني نجي لي، ولكن البنات اللي كانوا حاضرين في العرس طلبوها ان تقول صاحبي بغيني نجي لي. فنزولا تحت طلبه بدلاتها وقالت صاحبي بغيني نجي لي، تقيدات وتحمست. صاحبي يعطيني الفلوس صغيره يصفرني والله وقولوا لي شويه وهي تعورها. يجيني لداري قدام صغاري 4-3 ديال مركز هول
هناك محاولة الإغراء إلى تبرتيش. نعم. في ليبيا تم اعتقال مغنية شعبية بسبب كلمات أغنية غنتها في أحد الأفراح ووصفت بالخادشة للحياة. قال كسيدي الكلمة الوحيدة اللي خرجت عليها هي فاش قالت يجيني لداري قدام صغاري. في الجزء اللي شافوه الناس الأسوأ في الأغنية كانت بتقول فيه إنها حتجيبه في البيت حتى لو قدام أولادها يعني. واللي كانت المغنية الشعبية الليبية شدت غير قبل الكلمة هذه. إحنا في المغرب شنو نقوله؟ اسمع لي الكلمات. سمعوا لي يا البنات. نعم أخوانا نعم حنا كنسمعوا. كعجبوني المهمات. سمعوا لي يا البنات كعجبوني المهمات. كيعجبوك الميمات وعلاش؟ ما فيهم مشاكل يبغي وزير الليل. واش بصح هادشي الميمات؟ انا كنعرف العزالي الميمات يا اما كيكون ناقص حنان يا اما ما رضعش مزيان صغرو يا اما تفطم قبل الوقت. المعرفه ديالي بريئه. ضربوا الكاس بالقياس عم تروح لاباس. لا دي الصراحه ما في خبرناش. ماشي في شي وحدات خاصك معاهم عساس. شوفوا معايا دابا الاخ هذا شحال في عمره وقالت كيقول لبنات صغار سمعوا لي انا عزالي الميمات. انت الاخر الميمات وكبرتي عليهم. سير غني صاحبي على المحرات غني للدعم. انا في لسات الدعم دعم نقدم. البيرة عربية الويسكي قاوري انوضي تشربي انوضي تسكري. أربعة ثلاثة إلى المركز حول. نعم هناك عملية سكر علاني مع التحريض على التبرتيش. لكن على قبل هذا القفطان من المرا هذا غنسمعوا ليك. ودردك دردك دردك اش بغينا دردك ما عندنا ما نديرو به. فوالا هذه اغنيه هادفه. دردك ماشي مزيان وما عندنا ما نديرو به. ودردك ماشي مزيان ولا كيكرف الصيغان. ما عارفش هاد السيد هذا باللي راه بلا دردك هو غيدير فايت حيت شي خاطر معول على دردك. على انت شنو كتعلفو مع الاخ البيره؟ البيره كدير الكرش. وكيغلط صيغان ويغلط صيغان. هذاك الشيء اللي قلت ليك راه داك الشيء اللي قلت ليك. غير الكرايسي ما يشريه البرهوش يموت عليه. 4 3 على مركز حول. هناك عملية ابتزاز بكيلو دونتيل طير بالجناب 40 على 30 مزوق بالشريط ديال الحرير. دابا شنو الفرق بين الكلمات ديال هذا الشيخ هادي وما بين ديال جينيفر لوبيز؟ والو الطوينقات ما يشريهم والولينات يعض فيهم. العيالات القمة في الحنان القمة في الاحترام والحشمة ولكن عا كيديروا شي قصارة بيناتهم كيتلاشكاو بحال الجروبات ديال الفيسبوك. سمع ديديكا سمع. تحية للشبناجة. كنتي شفناج هالمقله هالبوطاغاز كاين شي اخلاء بالحياء فهادشي هذا؟ والو جينيفر لوبيز احسن منا حنايا. تحيه للنزاره. دابا هاد النوطة هادي اللي قالتها نيكي ميناج هاد العام في موازي اش غيوقع؟ والو والله ما غتصوروا منا حتى بصلة وانا وانتوما والله يطول في العمر. بوليسي هي اللي كتغني ماشي انا. وعيد هي اللي كتغني ماشي انا. حياتي الخضارة. الله تنسقي على أبو الله. أربط زادوا في البوطة. سيداتي ونساتي اليوم غادي نناقشوا الموسيقى ماشي النشاز الموسيقى. ماشي الإعاقة الموسيقية.
يا اختي رونالدو غنناقشوا الكلمات والخطوره ديالها. مثلا لا سمعتي الحجه والحاج داروا العجاج، اولا سمعتي راه البقره والعرض فرعوا الارض. واش غادي ناخذوا بعين الاعتبار الفهم ديالك انت اولا الفهم ديال المغني اولا الفهم ديال الاغلبيه؟ كيفاش القانون كيحكم في المعنى؟ راه كاين اللي كيتمزك الام كلثوم ولا ينسي، وكاين اللي كيستمتع بالطراش ميتال. الفن نسبي، الموسيقى نسبية. توب 5 أغرب أغاني مغربية اللي داروا طشة. في المرتبة الأولى من أغرب أغاني مغربية أغنية الزرزور أولا البرتوش. إلى المركز 3-4 حول. لا غاطفي داك الطالكي والكاسه، هذا راه السي لارتيست فنان كبير ديالنا وعايش على برا. غنتمزكوا بعد الأغنية، عاد ندخلوا في التفاصيل. اول مره كنشوف الدرك مزوقين بيه فحال شي ورد، حيت حنا الدرك غير كنفرقوا بيه الاراضي. شو البيكالا فين بيتها؟ اش من مغرب هذا؟ سي لارتيست راه بنتي ليا طولتي برا. لا راه مستحيل تبيت البيكالا برا من غير الا كنتي ساكن في موروكو. شوفوا السي لارتيست واخا بغا يدير فيها عروبي باقي زماكري، صندله في الليمونين، قميجه في الغوز، بيكالا باقا بالفرانات ديالها، باقا بالبوله ديالها. يلا شراوه. اش من جيل هذا؟ اش التمريض؟ اش من قول؟ نوريكم كيفاش الدراري اللي كيديروا الرياكشن للمزيكا كيشريو الصداع لي زارتيست، كيشريو الصداع بحال هكا. فهاد النوطه غادي كيقصد طوطو وحليوه والطبق، حيت كان واحد الوقيته هو جماعه مدبر عليهم. مشاكسين. بنادم وشوف معايا الناس اللي كيصايبوا السقايه، كتلقى سقايه وحده وجات في جهنم وانت جاي من دوار الجوع باش تعمر شي بويديزر وكتوصل وكتشد الصف. علاش؟ حيت السقايه فيها غير جوج روبينيات. كون كانت السقايه ديال الماحيه كلها ردوها نافوره او تكثروا الروبينيات اصاحبي. اختي بنادم بيه نادم الكحل. الحاجه الوحيده اللي مقاده هي الشامبي. علاش؟ باش غير تدوز بلا ما توقف تما. ونادم ضرب حتى تلويل خارج في نصاص الليل. على من كيمانات خونا؟ راه الوحيد اللي ضرب حطه ديال الويل في هذا الكليب هو انت. بغني انا نبغيه يا حبيبتي مستحيل. والله ما فهمتي حاجه بهذا الكليب هذا، واحد مقرد عليه الوقت شاد الطريق في البيكاله فحال لا غادي تقضى الكيف وكيقول لشي وحده والله لا بغيتك. زينك ما كيصوفي يا حبيبتي مستحيل. او حمار في هذا الكحل، اش كياكل هذا في هذا الخليه هذه العقارب. ويا سيدي ويا رجال البلاد هذه حياتي. المشروع الوحيد اللي غيصدق لك في هذا الخلا وهذا الكحل هما الديبوات. هذه حياتي هذا مكتاب. شو 70 درهم البوطه ولات ب 50، تبقى لك 20 درهم شري سيليسيون ماشي البيكالا اللي كنت اخذ الميزاجور. انا وياك الليل وبرشا حكايات في البرتوش. او 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 كاين شي تبرتيش ب 70 درهم والقاصعه والشوميني حشومه تسمي هذا برتوش؟ هذا انا نسميه سباروايا، وهذه هي اللي كدير لك المساج بزيد الخروع. يا زرزور اعطيني جناحك ندور يا سيد الرحال. كيفاش دابا الاخت هذه قبلات علي هو خدام غير 70 درهم النهار وعنده غير بيكالا؟ ما يمكنش. شي اللي عندك بيكالا ما تطولش معاك البنت، و الا كذبت على البنات يكذبوني في لي كومونتير. سمعوا لي يا البنات. لا صاحبي ما كندويش معاك انت يا رجال البلاد هذه حياتي هذا مكتب. الارتيست مصور الكليب بالخاتم ديال الزواج باش المدام ما تقلقش. انشو ناري بوكي ديال الورد ب 50 درهم، قالت لي 20 درهم، يا اما ياخذها زريعه يا اما ياخذوها تقشيره. واش قلت ولا لا؟ ويلي ويلي الزفت كي داير شي ليها صاحبك. شوف البنت مع من خانته، واحد عنده طوموبيل وصاحبتها واقفه مع واحد عنده موطور. هاد الديسك هذا كان خاصهم يسميوه البيكالا. هاد البيكالا منين شتا عرفت تخرج عليه. ما عليناش، هاد الديسك هذا ديال الزرزور دار البوز، شي ناس عجبهم وشي ناس ما عجبهمش بسبب الكلمه ديال البرتوش. كلمات الاغنيه التي تسببت بجدل وغضب من الارتيست، تقول بعض كلماتها. سمعوا كي غتقول كلمه البرتوش، سمعوا. انا وياك والليل وبرشا حكايات في البرتوش. البرتوش. هنا تأتي المشكلة. وليش؟ بين من رأى أنها مسيئة للمرأة المغربية بل وتشجع على ممارسة الرذيلة. المهم كل واحد وطريقته في التبرتيش. كيف ما قلنا في البداية ديال الحلقة، الفن والموسيقى نسبية، ما يمكنش الحاجة تعجب كل شيء. حشومة هادشي اللي كيدار،
بسالة بزاف وما يمكنش ما تعجب حتى واحد. حنا ماشي ضد التبرتيش، حنا كلنا باغيين نتبرتشو. انسان كان تيتصنت شي اغاني كلاسيكيه كيعيش معاهم، كيتصنت شي اغاني اللي هما كيرتاح فيهم الضمير ديالهم. اسمع اسمع الاغاني الكلاسيكيه القديمه الحشمه اللي كانت فيها. اسمع اسمع اللحم على اللحم وربي يرحمها العرشتي. ما كانش الرقابه شحال هذه واقيله، ما كانوا ولا جمعيات لا والو، ولكن داكشي كان بالمعاني تحدف فخد على الفخد وربي يحفظها العرشتي. المشكله سيدي هو ان الارتيست فاش دخل المغرب وغنى في لسان جاو الناس يتفرجوا فيه. اغنيه بريسك كاملها بالدارجه فيها غير شويه الفرنسي وخدمت مزيان هذا الصيف الحمد لله، وانا ان شاء الله نزيدوا اغنيه اخرين بحال هادو. والسيد عيطوا ليه المهرجانات اللي فيهم اشهارات كبيرة. يعني ما كاينش رقابه على الديسك، والناس اللي ما عجبهمش الديسك كان خاصهم ما يتفرجوش ما يدويوش عليه باش ما يوصلش للناس. وصلت واحد الميساج، الميساج يعني ماشي ضروري خاص الفلوس باش تبرتش. دابا طوموبيلات ولاو برتشوا فيهم راه طيجت البحر تما كنلقايوهم هاكا مستفين. ما كاينش اللي غيشرح لنا الكلمات ديال الاغنيه والمعاني ديالها قدموا لها. هذا الديسك خاطر الديسك هذا ميرسي حبيبي. ديسك واعر هانتوما على عينيكم في الراديو ولا هكا كتسمع وداز داكشي زالك دار لي صداع هاد الشيء تخدع عرفتي علاش؟ ويلي علاش؟ اون ايتي او ستوديو اون ا ديفي اون ديليغ اون ا ديليغي اون دوميور سيريو زعما سجلنا نص ساعة. هاد نص ساعة هذا غير تنضحكوا. واو الديسك قال لك اسيدي تكتب في نص ساعه وكانوا غير ضاحكين، يعني ما كاين لا موضوع لا والو، بحال ارتجال شويه بدا كيعطي معنى كبير للكلمات. الديسك من بعد ما طلع غير في نص ساعه وما عنده حتى معنى ولا عنده معنى. توا تو اموتي ابي وي تا ديجا دوني لا موتي ا تو لي زوتر تو مي دوني جوست لوت موتي وي سي سا لو تو. والله يحسن العون. قال لك اسيدي المعنى الكلمات هو انه ما عمرو غيكمل مع شي وحده اللي كتعرى للناس واخا كان معاها في البرتوش. فلهذا نصيحه اللي بغاك ما يدخلش لك من الشر جمع يجي لك من الباب يجي لداركم ويبرتشك بالحلال. شويه الارتيست طلاش كمعموم خدا راحته وبداو كيعطيو الراي ديالو في الزواج والحلال. مون كوم سي اون ايتي اوبليجي دات دون اون غولاسيون وي بور بوفوار ايت دون لا سوسيتي وي الوغ كون فري نو با بزون تصاحبي الخروج والضحك ويا بابا سا سي جينيال سا سي توب الخروق كاكا بيبي الفياق بالليل شكون غيفيق شكون غادي ينوض جداني لاش مشيت. فنان مشهور ومزوج كيقول في الراديو انه كيعاني من المسؤوليه ديال الزواج ومصايب ديسك على البرتوش ودايز في الراديو وطنيا. اش بغيتي اكثر من هادشي؟ ياك ما بغيتيهم يشدوه هاك مسكين. واش عرفتوا الكليب ديال الزرزو فين تصور؟ صورته في الدوار في مينتانود. واو تحيه للناس ديال زلزال. مالهم والو باقي تسناو الشتاء والرحمه ديال ربي. في المرتبه الثانيه من اغرب اغاني مغربيه واللي داروا ضجه اغنيه بنات الدنيا اولا احن اليك نوتيلا. اح اح ثلاثة أربعة إلى المركز حول ثلاثة أربعة يا ودي غاطفي داك الطالكي والكي. السيد راه فنان ديالنا مرموق ياخذ الدعم الفني من عند وزارة الثقافة وزيدون خصنا نتعلموا ونعطيو فرصة للناس. الصوت ديال الحبس. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. واحد القديمة فهمتهاش، علاش السلاطين شحال هادي كانوا كيدوروا عليهم العيال شي في الأرض شي موراه. أجي واش هذا دري صغير؟ ثلاثة أربعة إلى المركز حول هاد الدري صغير اشنو الدور ديالو في الكليب؟ كاريين قاعة ديال العراسات وجايبين ميسي داير فيها كلون ديال السلطان، كاين فقر في الافكار. اش واقع؟ ومال هذا مالا بالجلابة بحال الاخرين؟ مش مسافر عبر الزمن؟ داير فيها عبدو عند الموحدين. انهض ايها الابله، اسمع انا ما متلش معاكم ها، انا راه ما لعبش في هاد الفيلم. كاين كيصحابي كاينين ستة ديال العيالات كاع ما شفت الغاشي وسطهم دايره بحال ديك الكبايره اللي كتلقى وسط كيلو ديال السردين سالته. اما هذا مسرح الشباب ما غاديش ندوي عليه احتراما للناس اللي عزالي مقادو فوا. اعتزلت بنات الدنيا وقلت باي 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 باي. اعتزلتي البنات؟ كون الدريات وكون بنادم مزيان. السي محمد راه السلطان ومدور عليه خمسة العيالات وكبايلة وانت كتقولي اعتزلتي البنات؟ واش لقيتي محسن من البنات؟ واش عندك ماك كبايلة؟ لأجلك مولاتي غنيت الواي واي واي واي. لحد الساعة والله ما فاهم شنو هو الموضوع. يو تبغي الماك فلوري يو تبغي الجالاكسي فوالا دخل عندي عيط لي راه مريت تبغي الحلويات تبغي الحلويات. تحية للمجتهدة ديالنا الشيخة طراكس. وما عندناش مع الكسالة يا ترى شكون هي هادي اللي في الكليب وعندها المعدل واعر؟
ويتك على كافايلا. كليب فيه كل شيء، سبان ميسي قادو فوق كابايلا، الحروف كاملة خاصو غير يتشكل. أحن إليك نوتيلا أح 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 أحن. لا 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 هاد أح ماشي ديالي، أدخل أصناجي أدخل. راه قلت لكم الموسيقى نسبية. يو تبغي الماك فلوري يو تبغي الجالاكسي. مبقاتش هاديك أخويا هاتي مبقاتش، الوقت بدلات، دابا ولات تبغي تاخد كل شيء وتضرب لك بروسي. عند المعدل فين هي كابايلا؟ كدي 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 كدي. دابا انا عاد فهمت الضوء ديال الكابايلا، شحال هادي كل سلطان كيكون عنده بزاد الحريم بحال الدواء، وحده بنهار وحده بالليل قبل الفطور قبل الغداء، وهذوك الحريم خاص اللي يتكلف بيهم يحسبهم يقادهم، وباش هذاك اللي مكلف بالحريم ديال السلطان ما يقيسهمش ليه كيختنوا، ومع الوقت كيتادابتا كيولي كابايلا والسرديل وكيتيق راسو سرديلة. خويا بيناتكم داكشي، حنا ما عندناش مع كابايلا خويا. المهم سيدي الاغنيه والكليب ما عجباش الاغلبيه ديال الناس، وبالاخص الكلمه ديال اح 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 قالك هي اللي برزطاتو. ما كاينش شي موضوع فهمتي ديك اح اح اح، ما كلمات ماشي تليه الانسان لما بغاش مثلا يشوف واحد الحاجه ما غاديش يمشي يتفرج فيها، هما راه بغاو يتفرجوا في كاس سيحاتي، ولكن كليب عندك هرقان ويلاه صاحبي عند المعدل واعر، وباش عرفتها من غير الا كانت كتقرا عندك؟ اح اح وداك التخربيق راه ما فهمتش انا صاصيغه غيان دير دوك كلمات صاحبي باش دير الباب. شي كلمه ساقطه اح اح ولا شي حاجه شي حاجه سواقيه ما خصهاش تقال. هذيك اح ملي كنا كنضربوا بالفلقه بهذيك بالعصا كنا نقولوا اح. وفاش كنا صغار السي حاتي فاش كنا صغار، اما دابا راه ولا سميتو التوحويح. عيطوا لنا السيد اللي كتب هاد الكلمات ولا يشرح لينا. انت وليد درتي نوطير لاخي احنو اليك انا اللي كتبتها ولا حنتها زوين هذاك الديز ما نعرف كيفاش طاحت عليك الفكره السي بايا. بقينا كنهضروا قلت لي واحد الفكره، قال لي الفكره قال لي واش تقدر انها تكملها كامله الفكره في الكتابه ولا حنا داكشي، قلت له اوكي داس واحد 3 جور ابري سمع الماكات عجباتو كان هو فليكسيبل. هذا السيد فنان بايع فنان مرموق موهوب، ولكن في الراي ديالي انا كنظن انه ما خداش حقه، ما عندوش زار في الساحه الفنيه. رايكم طلع لكم الفيديو ديالو في ايامات كورونا. خص خالتك تخص رها، خص عمتك تخص رها، خص جارتك تخص رها، خص العساس يدخل صرو، خص حبابك يدخل صرهم، خص نسابك يدخل صرهم، خص صحابك تخلصو، خص العالم يتخلصو. درنا واحد الكاستينغ ولقينا هاد الناس عطاونا داكشي اللي بغينا. ويلي حتى ني بخاصو كاستينغ. وفعلا كنت سعيد بالتعامل ديالي معاهم، وغادي نعاود نتصور معاهم لانه فريمون ممثلين من الدرجه الاولى. ولكن نيفا محال يبغي يعاود يجي لك صديقي. نيبا مسكين مرض مور الكلي، حتى الكونجي ديالو ما دوزش على خاطر، تخيل نيبا شري قرش. خصكش نفاعل، دابا انت راك وليتي نجم ما خصكش نفاعل. اش من نجم؟ شكون هاد النجم ولا نجمة؟ ما نجمش انا، انت اللي نجم اخو طبخ معايا، اش بغيتي عندي؟ نيبا مسكين غسل الكليب وتخلص ورجع للدار، عاد شاف الكليب شكون فيه واش كيكون، عاد سمع هذيك اح. شنو نوع العلاقة اللي كتربط به؟ اش تربطني انا من العلاقه ولا علاقه بيه؟ اش تهضر على هذا الاسلوب؟ تربطني انا العلاقه ما اللي انا بيني وبينه؟ ويلي هنيبا صاحبي راه هو اللي كان مكلف لك بالحريم. انت دابا سنورتين كتنفي بانه ما عندك حتى شي علاقه مع ادم. كيفاش تتنفي ما عندك حتى علاقه؟ واش تتنفيني من انا من فين؟ ما تنعرفوش اش بغيتي عندي؟ من فين ولا الحبس؟ وحنا غا خوت وعاش الملك. واخ الى دخل الانسان غيشوف بانه راه ما كاين حتى شي علاقه بشي بالباله ولا بشي. انت واخا سيدي. في المرتبة الثالثة من أغرب أغاني مغربية أولا دارو ضجة، السي عادل الميلودي. غير الاسم ديال الأغاني ديال السي عادل الميلودي يقولوا لك شنو كاين، مبهلة محلولة حلوفة. العنوان ديالو حلوفة. والعديد العديد. عندي واحد الأغنية ثاني ديال عيروني، وعندي أغنية ديال خليها بعزها، يعني عندي بزاف عندي بزاف. زايد أنه فنان عزيز عليه البلبالة. هادي الميلود كيقلب على البلبالة، أنا إنسان كنموت على البلبالة، شي حاجة سميتها بلبالة راه أنا بلبالة. رانا نسمعوا سيدي الديسك ديال محلولة. مجهد هادشي مجهد. تحياتي للشيافريه سدي بابي عيال المرا طلعيها بالطين سدي الفديري مع
ناري كليبات ديالنا نسي عزرم ديرو دي باقي واحد في ايامات الدي في دي والفي سي دي باقي في ايامات السي ديات مع جيرانك حد الهضره اخي طيبيطي عرفتي دوك الشهود اللي كيشهدوا الزور قدام المحكمه ملي كتقول لك مولات جلابه من النمر غنجرجرك في المحاكم ها هو الجيش ديالها راه كاينه بيجامات النمر وكاين الكراد العالي هو البيجامات ديال العسكر حذاري هادوك اللي كيدخلوا للجنيد على قبل الحرير بزاف دابا غادي نشوفوا الديسك ديال مبوله فيتشرينغ مع هوية مسطار ريح فين هبط هذا غناء عادل الميلودي والفنانه الصاعده عائشه ملقبه بهوية واش سميتها عائشه فوالا دابا كملت الصوره فاش كنشوفو كنقول هوية ما كتلصقش دابا عائشه في اللاكس كيغني في لابيسين الميلودي غنى في الدار ديالو كامل حتى قاداها شي اللي جمعتي الكليبات ديال الميلودي غتجيك بحال شي اعلان ديال شي دار البيع دارت في راسي الطن عاد بديت انا فطن دخلتني غير بالفن مرايقي شنو تبارى هادشي فين هي مولا الدار اصاحبي والله حتى باقي حاصل في ايام الدي في دي والسي ديات والسي بي ب3 درهم الساعه ها فين كان داير صبعو عائشه والاغراء اسمحوا لي انا صافي سميتها عائشه حيت جات لاصقه الاغراء عندها غا من الراس الفوق بحال شي عماره كلها لاكاب وما فيها حتى شي طاج نيشان سطح اخويا بغيت الناس انا ديريكتد باي سولو انتاج ايمان دحان ايمان تبغى ربي يسبع ونمر وما عطاونيش الرخصه ربي في المغرب وانا كنقول من الكليب عامر مشاش اخويا بغيت الناس انا دابا غادي نسمو الكليب ديال حلوفه ميلودي غريبة صح ديما كيصورها في دارو وغير مع ولاد الدوار كيجيبهم هكا كيما لقاهم لقاهم في القهوة لقاهم تيحارت وتيجيو هكا بحوايجهم ما كيخسر عليهم والو غا الغدا عرفتوا علاش صابر عليها على المعدل واعر وانتي حلوفه وغدا ولا ستيش زياده غادي الخليط الضوء 4 3 الى مركز هول هناك تهنيف اساري وعيد تهنيف اساري هاد النوع هذا كينفع جوج حالات في الكليبات ديال الميلودي وفي الانتخابات جاي صالح جوج قوالب فين هادشي هذا دابا الا غضبات لك المرا وبغيتي تصالحها جيب معك منشار حيت غتفرق معك كلشي الكيلو ديالك غيتقسم على جوج باش تعرف شنو هو الزواج جاب لها تراكس كوميم واش هادشي في اخبار المنتج ولا ان داكشي ديال الماناجمنت انا اللي كنتكلف بهذاك الشيء ديال الفن ديالو مرحبا عجبك انت يا هبالي لا خويا الميلودي لا 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 وانت جالس على كرسي وهي جايب لها بوفه مالك صاحبي مكالي رموك في حدريه ولا كيفاش غتجلس ما نعرف راه غتجلس بحالك راه انزل العالم كيجلس وي يا صاحبي ولكن ماشي على بوفه اي واحد كيجلس كيشي وحده بالمواصفات ديال الطراكس غتجلس راه هذيك هي الجلسه اللي غتجلس عندها شي جلسه وحده اخرى غير باش تعرفوا هي دابا راه ما جالساش هي راه جالسه على قلوبنا هذاك شي ديال الله انا ما عندي فيه حتى شي دخل بصح واش تشوف خبر المنتجه تراكس غزال تبارك الله وصلى عندي وفنا اللي ما عندكش حتى تخوف من انها تاخذ لك راجل دي بصحتها عم تزوج بيه زواج الفاتحه نعطيها دير التعدد اخويا بغيت الناس انا في المرتبة الرابعة من أغرب أغاني مغربية واللي داروا ضجة فيريتا اليوم غنشوف شنو كتقولوا عليا وغادي نقول لكم كل شيء وصبار بعد نسمعوا الديسك عاد ندوزوا لك ما جاتكمش هاد الدخله هادي فحال دوك الاشهارات ديال الطون في الصيف ما كاينش رابر كيكتب بحال السيمه ديال باش فاهم اصبر طوطو يلا بدينا صاحبي كومي ما طوطو بعدا هو محسن البيطان ماشي بحالك انت كتخلعنا بهذيك الاقامه ديالها تيخرجك من الجناب فينيتو
كيقول لك سيدي الزوفري كيكون مهلي في راسو غير ملي كيكون خارج. دابا هذا خارج مقاد الحاله الوينات الشعير، ولكن في الدار غتلقاه لابس ديباردور مقطع بحال الليمبي وريحه اكس عاطيه ما ريحه تقاشر. فينيتو لا موسيكا السيم هادي ما كتبانش عليه في الناس، كتبان عليه ولد الناس درافات. حنا ما كنتنمروش على كالسيم هادي، حنا كنطلعوها عليه. ولا هي هادي كيطلعوا عليه. فينيتو لا موسيبه برو لي بونش لاين. لحد الساعة ما فهمت تبصلا في هاد الكليب. يلا بدلتي القميجة وخليتي السروال وهبطتي من السطح. الله فينيتا سيري بحالك بعدي مني. انا غادي نقول لكم علاش درنا هنا في الفريكو، حيت الكاميرا اللي كيصوروا بها كبيرة بزاف وما غتدخلش لتحت، يلا غتدخل في الفريكو فهمتي. شبيني وبينك من نهار شفتك ما شفت الرباح. شفتوا كيفاش كنقي النعناع؟ فحال دوك البراش اللي يلا كيبغيو يتعلموا الكماية تيبقاو نتفوا النعناع ويمشيو يجربوا النعناع. السيم هادي كيتنفق بحال هكا فهمتي، حتى كيخرج منه الماء كتقوردو. مسيو لوجوج دير مزيه شوف ليا. عرفتوا علاش السيم هادي ما كيحملوش شي ناس؟ حيت الدري نقي والله، وحنا المغاربه ما كنحملوش شي حاجه كامله مكموله، خاصك تكون شويه خاسر باش نحسو بك معانا. ري بوغور صالخرا. الدري زوين ومربي وخاطرو واسع وما خدامش وعندو راس المال. لا 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 برزتينا. تعدات على والدي والله ما عرفتك فين داوي. زعما راه لا كليتي المعجون راه تعجبك. دابا انا هاني عجبك ماشي ما عجبتينيش، ما عرفتكش فين داوي. ها انت اسمع اسمع. قولي لي واش انا مجوج بيك ولا ضارب بالكغط على والديك. الله ينعاود. فهمتي شي حاجه؟ انا كاري 50 متر هما واخدين 49. ها انا كاري 50 متر هما واخدين 49. شنو هاد الحبس؟ لا 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 كاين مشكل. فينيتو لا موسيكا. ما تعصبش يا طوطو، ما تعصبش يا صاحبي. انا فان انا يا باشا. رياليزاسيون كاميرامان ويلي ما كاينش الماكيوز ونيبه وعندهم ماكيوز اصاحبي. شي كلمه للجمهور. الجمهور هو تيشوف فيه. اسمح لي بعدا دراري راه كيهضر لكم على اللاتينو الدراري. انا طوطو غنقول لك حاجه واحده، الله يسهل عليه والله يهديه وانا ما عندي مع حتى مشكل. الديسك سيدي ما عجبش غا طوطو، ولكن بزاف ديال الناس ما عجبهمش الديسك لدرجه انهم ولاو كيقولوا على السيم هادي انه جزائري. باش نصلح لكم هذه النقطه هذه، انا مش من الجزائر، انا صومالي الاصل. وهو براسو ما عارفش الديسك اللي جداه. مره كيقول لهم الديسك كيدوي على تازوفريت، حيت هو اصلا لو بيرسوناج ديال لو كليب واحد الزوفري اللي لا علاقه له لا بالكوزينه لا بالطياب لا بتحد. ومره كيقول لهم كيدوي على واحد كيتناقر مع مراته، والموضوع حتى هو كيهضر على واحد كيتناقر مع مرته. يعني اش كيدير؟ الله اعلم. حنا كنديروا الفن. كدير الملاوي اخويا السيم هادي، كدير الملاوي. انا بالنسبه ليا الميساج وصل، حيت هادي شي حاجه جديده وهذا هو الجديد. للاسف هادشي ماشي جديد على السيم هادي، حيت السيم هادي داكشي اللي بدا به في المسيره الموسيقيه ديالو باقي واحد فيه حتى دابا. ناخذ مثال اول كليب ديال السيم هادي. ils ont fermé l'usine où je travaillais avant. نفس ستيل نفس الريتم الاوروبي بالدارجه ومخدر شويه الفرنسي، كتحس به واحد والسيد مني داز في دوزان وباقي هو هو. وانت ضربها بركده سال ستيلو دوزان ودار واحد الكليب بنفس ستيل. بكري كي كنتي ابو المارياج وكيفاش كنتي زوينه ودي خويا السيم هادي غنروح الكورده حنا نجبدوك نعتقوك راك غرقتي في ستيل. وزيد على الكلمات ما عندهم حتى معنى. انا كاري في 50 متر وما واخدين 49. هذاك تعبير مجازي. هذاك اصاحبي راه قلت لك الملاوي. شوفوا معايا السيم هادي مني غادي يبدل ستيل في واحد البرنامج في الاولى عاد غتبان الموهبه ديالو في الغناء. صافا والله حتى صافا احسن بعدا من داك الستيل ديالو. شي السيم هادي واخا عنده سوء الاختيار للستيل ديالو ولكن كيبقى فنان وكيبقى انسان محترم وشابته واسعه. السيد راه ما عرفتش شنو كاين التنمر. انا شفت في جوجل طابيت شنو هو التنمر باش نفهم. هو الانتيميداسيون صاحبي، انا اون بروفوكاسيون ولا حاجه، مي سي الانتيميداسيون. السيم هادي بدل الستيل ديالك، لعب شويه راي، لعب شويه شعبي، اكتشف راسك اصاحبي راه ما فيها والو وما تبقاش تغبر بحال ديزيدروس كيبانها في المرقه. خويا بزاف ياك كنغبر زعما كتقول بزاف. امينونس باش تخرج عليا في امينونس. فينيتو طلعت ليا في ترينيتو.
في المرتبة الخامسة من أغرب أغاني مغربية واللي داروا ضجة، واحد ستيل مؤخرا بانت في مدينة فاس والنواحي، وغريب ما كتعرفوا شعبي، ما كتعرفوا راغيتون، ما كتعرفوا برازيلي. عرب كاري قوة اللي لانتيروك يا عوة. شنو هاد التولال هذا؟ توتة وعندها مسكوتة، هاد المصيبة مسكونة. هلاوة السلاوة حركي لينا التلاوة. في الوقيته اللي بان فيها هاد الحبس بانت كذلك أغنية ديال الشر كبئتي. الحمد لله طول لنا الله العمر حتى ولينا كنشوفوا روابا شادي البندير. الحمد لله حمتي حمتي الظلام ما كنشوفوش حنايا النار، حنايا ولاد البلاد. خويا الطراك راه زاهي اصاحبي، راه شعباوي كاع ما حسينا بهاد حومه الظلام اللي كدوي عليها. خمسه على عينين نحس داخاي شر زيدك بياتاي. شتي ملي كتدخل في الريتم ديال الشعبي وكتونجاجا معاه كتولي دير كلمات بحال هاد الكلمات، الدريه المقلوبه وهز الكتوبه لا كان كتامي كميه قدامي كتبقى غير تلاقي. هو السكس فابور قصير اسقار من اللور خاص غيكون الموتور مزقا 4-3-5 الى مركز هول. انتو مارا ما طالع الموازين ما على حساب الوزارة ما كتاخدو دعم، غطلعو معنا غطلعو معنا. الى بوليس لوي الحمد لله ما جاناش شي بلاغ من عند البوليس اول حاجة. لا لا غطلع معنا والله غطلع معنا. فوقاش بديتي الموسيقى اخويا امين؟ اخويا بديتها في 2014 يعني اول ديسك سجلته مع واحد البنيتة عند برتوش الريكور. هذا مالو هذا كيغرق فراس هما بقاو شادين عليه في ديك الجملة ديال قصيرات ارام اللور خاص يكون الموتور. شنو كتعني؟ اشرح لنا اخويا اش كتعني اشرح لنا. كتعني قصيرات ارام اللور تركبو من اللور الموتور وخاص غير يكون الموتور، خاص غير يكون شي موتور. ولكن راك قلتي سكس فابور ماشي حرضت على هادشي، انا بالعكس بحال اللي وضحت الامور. يلا معايا وقول لهم هاد الهضره اللي يلا. بعد ما محكمه فاس ادانت المغني ديال شر كبئتي وصديق ديالو بسنتين سجنا وغرامه ماليه قدرها 500 درهم واحد في المقطع من اليوتيوب واللي كيحرض على اغتصاب القاصرات وفي كلام فاحش. الا بغاو يشوفوا القاصرات اللي تيهضروا عليهم يمشيو للبواطات يشوفوا القاصرات اولا في موازين. رسالة المسؤولين هي يمشيو يشوفوا دوك الناس الكبار شنو دايرين من خراب ومن هدف هذا. راه كل شيء تيغني كل شيء تيطيح الهضره. على ذكر الناس الكبار هذا واحد الرابور حتى هو من فاس ناض بغا يكلاشي المغني ديال اغنيه شر كبئاتي. 10 على عين الميزانيه باي الميزانيه بصلا علويه وزير الماليه ارزق بشريه شفرو طاي طاي. وهنا كتسري الحلقه ديالنا سيدتي انساتي اللي عنده شي دار يمشي ليها. ناري عرفت شنو تفكرت؟ يوسف 45 دار فيتورينغ مع عائشة هويام. ايوا هادي مع هويام ستار تحية ليوسف وزين العابدين. موتوا بغيديكم يلا سمع نقطة وارد موتوا بغيديكم. يا ستوب الى باقي شعل الضو شو الدبابة مرة اسمهنا اخويا المرضي ولكن احنا بغينا نسمعوا عائشة. عاكي البوتين وقال لي ما تخافيش طفالي الضو لقيت راسي مع الخفافيش. شوفوا معايا هادي تاهي كانت غا كترقد الحمص في اللايفات. شوفوا شنو خرج منه الحبس.